تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نصبح عليكم بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، بداية أسبوع جميل إن شاء الله للجميع. مرحبا بكم في برنامجكم برنامج صحة وسعادة، هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. محدثتكم هنا دكتورة ندى الملا، اليوم زميلي محمود غير موجود إن شاء الله لهذا الأسبوع، هو طالع إجازة، نتمنى له كل الوناسة والراحة في هالإجازة ويرجع لنا بطاقة إيجابية أكبر الأسبوع القادم إن شاء الله. اسمحوا لي في البداية رحب بزميلي اليوم والمخرج، مخرج أيمن سرحي. صبحك الله بالخير يا أيمن، أنت البطل معاي اليوم إن شاء الله، فأول حلقة أقدمها لوحدي وإن شاء الله تكون حلقة جميلة وتستمتعون وتستفيدون منها. في بداية الحلقة راح نذكر بأرقام التواصل معنا للاتصال 600-55-1414 والرسالة النصية على 4006، موجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي على الإنستغرام DHA_Dubai وأكاونتي الخاص أيضا، لأن أكاونت نور دبي مو بشغال للأسف إلى الآن، أنا ما عندي الباسورد. فكونوا معنا موجودين إن شاء الله معاكم إحنا لمدة ساعة كاملة على الهواء، نستقبل فيها ملاحظاتكم، آراءكم، عندكم شكر، عندكم شكوى، عندكم ملاحظة، نحن موجودين وفاتحين لكم قلوبنا قبل آذاننا. إنزين، في بداية هذا اليوم خلوني أنا أقرأ لكم بعض الدراسات الجميلة اللي نبتدي فيها كل حلقة. دراسة اليوم تقول تطبيق لخفض الوزن من دون حمية. ابتكر باحثون بريطانيون من جامعة إكستر تطبيقاً ذكياً يدرب الدماغ على تجنب المواد الغذائية غير الصحية ويؤدي مع الوقت إلى خفض الوزن ومعدل استهلاك الطاقة. يقوم التطبيق الذي أطلق عليه فود ترينر بتدريب الدماغ على تجنب المواد الغذائية غير الصحية، مما يساهم في فقدان الوزن وخفض استهلاك الطاقة بنحو 200 سعرة حرارية يومياً. وقالت الطالبة في جامعة إكستر لوسي بورتر أن هدف التطبيق هو تدريب الدماغ على إعطاء الناس القليل من السيطرة وإدخال بعض التوازن الغذائي إلى حياتهم، وكل ما ينبغي على المستخدم فعله بعد تحميل التطبيق المتوفر مجانا على متجر جوجل بلاي ممارسة لعبة بضع دقائق يوميا. شو هاللعبة؟ تقوم اللعبة على اختيار الأطعمة الصحية، بما يؤدي مع الوقت إلى تدريب الدماغ على السيطرة على الدوافع التي تجعل الفرد ينجرف نحو الأطعمة غير الصحية كالشوكولاتة والكعك ورقائق البطاطس. وشرحت أستاذة الطب في جامعة إكستر ناتاليا لورنس كيفية استخدام التطبيق. شو تقول؟ تقول إذا ظهرت الأطعمة في دائرة خضراء ينبغي على المستخدم اختيارها، بينما يجب عليه ترك الأطعمة غير الصحية التي تظهر باللون الأحمر. ربما يكون التطبيق أكثر فاعلية عندما يكون الفرد جائعاً، لأن استجابة الدماغ ستكون أكبر. وأجرى الباحثون في الجامعة دراسة شملت نحو 80 شخصاً، طلب منهم ممارسة اللعبة 4 مرات أسبوعياً، وخلصت الدراسة إلى أن هؤلاء الأشخاص خسروا بعض الوزن وتناولوا سعرات حرارية أقل بنحو 220 سعرة. طبعاً هالدراسة يعني دراسة جميلة صراحةً. إذا في تطبيق، طبعا الحين تزامنا مع انتشار التطبيقات الذكية والسوشيال ميديا، الناس معظمها تلاقينا دائما على الهاتف طوال الوقت، يجربون مختلف التطبيقات على السوشيال ميديا، يتراسلون. فوجود تطبيق مثل هذا على هاتفك النقال أنت تقدر تستخدمه مثل ما ذكرت الدراسة 4 مرات أسبوعيا، بحيث أنه لا شعوريا يدرب الدماغ عندك على تفادي الأكل غير الصحي، بالتالي يساعدك على نقصان الوزن وتقليل السعرات الحرارية ظاهريا من غير حرمان، لأن أنت ما بتحس أنك محروم. طبعا معظم الناس مشكلتهم مع لما يمارسون الحمية أنه فيها لما يسمعون كلمة حرمان، أن أنا لازم ما أكل هذا، لازم أحرم نفسي منها. ولكن أعتقد مع وجود هذا التطبيق إذا كان فعلا فعال رح يساعد الناس في تقليل السعرات الحرارية وبالتالي فقدان الوزن بصورة أفضل وأسرع. أوكي،
أيمن ناخذ أستاذ غانم بعد الفاصل عشان نعطيه فرصة أكبر. عندنا أستاذ غانم بيكون معنا إن شاء الله بعد الفاصل. أحب أعطيكم على السريع بعض الأخبار الواردة طبعا اليوم الأحد، وكل أحد يطلع معنا ملحق البيان الصحي. شو أهم المعلومات، شو أهم رؤوس الأقلام الموجودة في البيان الصحي هذا اليوم؟ مستشفى راشد يعالج حراريا أزمات الربو الحادة، 100 عملية لتبديل بمستشفى راشد العام الماضي، صحة دبي تطلق أول شبكة بيانية للأطفال الخدج، أكثر من 2000 مراجع يستقبلهم مستشفى دبي يوميا، إدمان الأطفال على الألعاب الإلكترونية مفتاح الأمراض النفسية، طبعا بالإضافة لكثير من العناوين الأخرى والمتعلقة بالتغذية والصحة الذكية وبعض الأخبار الطبية الخفيفة. فمن هذا المنبر نحن نشجعكم جميعا على قراءة ملحق البيان الصحي للاستفادة من المعلومات المذكورة فيه. إنزين، عشان ما ننسى مستمعينا على أكاونت هيئة الصحة في دبي، هني سامع عليكم دكتورة شي أخبارك؟ الحمد لله بخير الله يسلمكم، حياكم الله. ما شاء الله معانا كذا مستمع موجود على الإنستغرام. أوكي، اليوم هو يوم الأحد، هو بداية الأسبوع، وأكيد جميعنا يينا للدوام اليوم بعد إجازة يومين ارتحنا فيها في البيت. فضروري جدا أن خلال جلوسنا في مكاتبنا اليوم يوم الأحد نحس ما نكون كسلانين، ما فينا طاقة ونشاط. ضروري جدا أن ما نقعد على المكتب ساعتين متواصلات، لازم بعد ساعة ونص إلى ساعتين لازم إنش نحرك ريلنا، نتحرك في المكتب، لأن في شيء اسمه الصحة المكتبية أو صحتي خلال جلوسي في المكتب. وطبعا هذا أيمن سرحيل عفوا نشوي يمارس رياضة المشي في المكتب، لأن طبعا إحنا نقعد ساعات طويلة من يومنا في مكاتبنا، فضروري جدا جدا نحافظ على صحتي حتى خلال أدائي لوظيفتي المكتبية اللي ممكن أقعد على المكتب من 6 إلى 8 ساعات، فهذا مهم جدا جدا جدا. إنزين، نعطيكم رسالة إيجابية لليوم. رسالة إيجابية اليوم بقولكم إياها أنا إن شاء الله. رسالة إيجابية مالت اليوم تقول إن الخط الذي يصل ما بين الهدف والنجاح هو ليس خطا مستقيما، وهو خط اسمه الانضباط. شو يعني؟ يعني لو أنا اليوم حطيت لي هدف، وهالهدف أنا ناوية أحققه أوصل للنجاح بهذا الهدف، فلازم أعرف أن هذا الهدف الخط اللي يوصل بين هدفي ونجاحي ليس خطا مستقيما، لازم يكون في انبعاجات فوق وتحت، يعني في فشل وفي لحظات نجاح، والأصعب هي لحظات الفشل. لما الواحد لما يفشل أو لا ينجح في خطوة من خطوات للوصول للنجاح يحس أنه مثل ما احنا نقول الدنيا انتهت، وأنه خلاص ما رح يوصل الهدف، وأنه إنسان فاشل، وأنه لا جدوى من إعادة التكرار. ولكن كل فشل نفشله في خطواتنا هذه للنجاح هي عبارة عن تجربة. ترى تجربة الفشل يا جماعة أكثر قيمة من تجربة النجاح. ليش؟ لما أنا أنجح فأني أفرح بالنجاح، ولكن لما أنا أفشل أتعلم أن أتغلب على مشاعر الفشل، رقم واحد. أتعلم أني أتعلم من الفشل نفسه، وأتعلم أن أوقف على ريدي مرة ثانية وأكمل مشوار النجاح. فنحط هالمعلومة بانا في أول يوم في الأسبوع، قدامنا أسبوع طويل، في وايد مهام، في وايد مشاريع، في وايد عمل أو ضغوطات عمل تتريانا خلال هذا الأسبوع، فنحط هذا كهدف أمامنا إن خط النجاح ليس مستقيما، في كثير من انبعاجات، ويجب أن أستفيد من كل خطوة. صحيح يا أيمن؟ ممتاز. إنزين، نطلع فاصل الحين عشان بعد الفاصل ما نطول على الأستاذ غانم، وناخذه نتكلم باقي مواضيع برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا لكم، نكمل فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. تنطلق اليوم بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية كمنصة للتميز في القطاع الحكومي، وبمشاركة مختلف الجهات الحكومية لعرض أحدث برامجها وحلولها المبتكرة. هيئة الصحة بدبي أكيد تشارك اليوم في المعرض بحزمة من الخدمات والبرامج والتقنيات اللي سنتعرف عليها عبر الهاتف من الأستاذ غانم عبدالله لوتا، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الصحة في دبي. صبحك الله بالخير أستاذ غانم. دكتورة هلا، صبحك الله بالخير، إيش أخبارك؟ الله يطول عمرك بخير، تعالك الله يخليك. استاذ غانم، لو اول شيء ممكن نعطي فكره للمستمعين عن ما هو معرض دبي للانجازات الحكوميه، شو المنصات اللي تكون فيه، فكره عامه اول شيء عن هذا المعرض. هذا المعرض معرض سنوي تشارك فيه هيئه الصحه، شارك بقيه المعارض. المعرض يعتبر فرصه
لاستعراض الإنجازات لهيئة صحة دبي. هيئة صحة دبي سنوياً تقدم مجموعة من الإنجازات والابتكارات الطبية اللي نحب أن يشاركنا المجتمع فيها. في هذا المعرض يتم الدوائر والمؤسسات المحلية لتابع حكومة دبي وكذلك الاتحادية استعراض كافة الإنجازات. نحن شاركت مع عودتنا دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي خاصة دائماً الإنجاز والابتكار فلسفة، وانتقلت هاي الفلسفة إلى الموظفين لهيئة صحة دبي. عشان شيء أقدر أقول لك إن إحنا كل شهر عندنا إنجاز. صحيح. ونحب إن يشاركونا في المجتمع ويتعرفون عليه. صحيح أستاذ غانم، أكيد. لو ممكن نعطي نبذة عن مشاركة هيئة الصحة في معرض دبي للإنجازات الحكومية، وشو الخدمات الجديدة اللي بتعرضه منصتها؟ طال عمرك هيئة الصحة دبي لديها مشاركة واسعة هاي السنة في معرض الإنجازات الحكومية، تعرض مع جملة من الخدمات والتطبيقات والحلول الذكية أمام الجمهور والنواب بشكل عام. عندنا مجموعة من التطبيقات الذكية طورناها، هاي التطبيقات بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والأفراد والمراجعين لهيئة صحة دبي. شرط تطبيق صحتي وحياتي طفلي، كذلك الطباعة الثلاثية الأبعاد. الحمد لله رب العالمين إنجاز طبي حققناه هاي السنة فيها، سهلت عملية علاج كلية أو إزالة ورم من كلية. صحيح. كذلك عندنا نظام إداري متميز ونظام التكاليف الذكي. هذا نظام إداري بحث يقيس لك عدم التكاليف لإقامة المسؤولين اتخاذ القرار المناسب لتطبيق المشاريع الإدارية. يعني صحيح. كذلك هي الصحة تعزز مكانتها في قطاع الصحة بالذات اللي هي السياحة العلاجية. خلاص ما تعرفين الحين دبي سوت وجهة عالمية للسياحة العلاجية. صحيح. ثم تميز بها بمخدمات طبية. نقدر نشوفها هذا في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، الشراكة الاستراتيجية اللي قائمة ما بين هذين القطاعين. عندنا بعد مجموعة من الأشياء اللي أحب إن الجمهور يزورونا ويشوفونا، شراكة الصيدلية الذكية اللي تم تطبيقها في مستشفى راشد. عندنا الريبورت دوك اللي هو الدكتور اللي يقدر ينقل حالة المريض في أي مكان في مستشفيات هيئة صحة دبي. صحيح. ويكون للدكتور استشارة طبية واتخاذ قرار مشارك مع طبيب ثاني. هذا لتوفير أفضل علاج للمريض. صحيح. كذلك المحاكاة، هاي الشاشة المحاكاة، تدريب الأطباء الجدد على أساس أنه سهلهم تعليم الطب الحديث. ممتاز. هاي كلها إنجازات. صحيح. هي صحة دبي. كذلك من إنجازات هيئة صحة دبي ترتبط تقريبا 4 مؤتمرات عالمية، نفذت 375 حملة توعوية. كذلك سوت نقلة نوعية أو ثقافة جديدة في عملية التبرع بالدم من خلال حملة كل الأول اللي تبنتها هيئة الصحة، حيث أن وصل عدد المتبرعين إلى 56,000 متبرع. ما شاء الله العدد كبير. اي نعم، هاي بعض الانجازات طال عمرك. كذلك ما ننسى المساعدات الانسانيه اللي تتبناها هيئه الصحه حسب التوجيهات الحكومه وتوجيهات الاداره العليا. ان كذلك قامت هيئه صحه دبي في العام الماضي بمساعدات نسائيه للمرضى المعتريين بمستشفياتها. تخيلي دكتوره بقيمه كم؟ قيمه 108 مليون درهم. ما شاء الله مبلغ مهول، يعني ميزانيه كامله تم وضعها لمساعده المرضى المعسرين. نعم نعم، لين الحين لا زالت هي صحة دبي تتبنى هالمساعدات والمبادرات المجتمعية على أساس إن نحن نعتبر نفسنا وحدة متكاملة مع المجتمع. صحيح. أستاذ غانم. نعم تفضل. تفضلي دكتورة. لا تفضل تفضل، نكمل الإنجازات أول شيء من هيئة الصحة. طال عمرك بعد عندنا في إنجازات بس على في القريب العاجل، يعني نحب إن الأفراد أو زوار المعرض يشاركونا في المنصة على أساس إنه يشوفونا ما بنخرب إطلاق هذه المشاريع. بس صحيح. في مشاريع شراط حصانة وشراط سلامة وغيرها من هالمشاريع اللي تعتبر نقلة نوعية في مجال القطاع الصحي بالذات. صحيح.
طبعا هاي بتكون دعوة للجميع انهم يحضرون لمؤتمر دبي للانجازات، معرض دبي للانجازات الحكومية، عشان يشوفون خدمات هيئة الصحة في دبي والانجازات اللي حققتها هيئة الصحة في دبي في هذه المنصة. نعم. فالمعرض مفتوح للجميع، اي حد يقدر يحضر. نعم نعم. ممتاز. اللي يحب انه يحضر ويطلع على اخر ما توصل له الطب يحب انه يزورونه في منصة هيئة الصحة في دبي. ممتاز. دكتور استاذ غانم، لو ممكن تخبر المستمعين وين مكان المنصة بالضبط من ضمن المعرض؟ يطلعين في مركز المؤتمرات التجاري ساعة رقم 7، نكون متواجدين هناك ويا المؤسسات والدوائر المحلية للإمارات. ممتاز. ففي القاعة 7 إن شاء الله موجودة منصة هيئة الصحة في دبي. المعرض مستمر نعم. عفوا دكتور، هي مستمر من اليوم لين تاريخ 4. احنا متواجدين ان شاء الله من الساعة 9 الصبح لين الساعة 6. ما شاء الله، فما شاء الله وقت كافي اللي يكون في الدوام الصبح انه يطلع عقب الدوام يمر عليكم عشان يتعرف على الخدمات الجميله اللي تقدمها هيئه الصحه في دبي من ضمن منصتها في معرض دبي للانجازات الحكوميه. كلمه اخيره حابه تشارك فيها استاذ غانم مع المستمعين، نصيحه، اي شيء حابه تشارك فيه المستمعين؟ الله في احب ادعو المستمعين لتشريفنا بزياره للاطلاع على اخر الانجازات الطبيه، كذلك على متابعتنا من خلال الإعلام الاجتماعي. صحيح. وسائل الإعلام الاجتماعي الأخرى اللي نحن نصدرهم في جريدة البيان، الملحق الصحي، الجلسة نيوز، الفيلر، كذلك برنامجكم المتميز. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، شاكرين لك أستاذ غانم عبد الله لوتا، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بيئة الصحة في دبي. شاكرين لك تواجدك معنا اليوم عبر الهاتف، ونتمنى لك يوم سعيد، وإن شاء الله نكون معكم في معرض دبي للإنجازات الحكومية. يومك سعيد يا دكتور. الله حياك الله. طبعا كان معانا أستاذ غانم وتكلم عن معرض دبي للإنجازات الحكومية. لما سمعونا عن طريق الإنستغرام، المعرض موجود من اليوم واستمر من اليوم إلى تاريخ 2/4 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء في قاعة 7 في مركز دبي التجاري. طبعا منصة هيئة الصحة في دبي كالعادة تعودتوا عليها أن المنصة دائما تكون متميزة من حيث التصميم، من حيث الخدمات، من حيث الموظفين حتى اللي موجودين معانا في منصة هيئة الصحة في دبي. أشجعكم جميعا تمرون على المنصة، تتعرفون على الخدمات الجديدة، تعرفون على إنجازات هيئة الصحة. مثل ما ذكر أستاذ غانم أنه بيكون في كافة التطبيقات الذكية لهيئة الصحة في دبي، الطباعة ثلاثية الأبعاد، حملات التبرع بالدم اللي كانت موجودة قبل. فهذه دعوة مفتوحة للجميع أنهم يحضرون لمنصة هيئة الصحة في دبي في معرض دبي للإنجازات الحكومية، وهي دورتها الخامسة ومعرض متميز صراحة، حيث تعرض فيه كل هيئة وكل مؤسسة في الإمارات إنجازاتها المتميزة في هذا المعرض. يعني يعتبر مثل تنافس ما بين الشركات والمؤسسات المختلفة في الإمارات لاستعراض الخدمات والإنجازات وكيف تتميز كل مؤسسة عن الثاني. فمروا هناك وخذوا بعض الصور، شاركونا فيها على الهاشتاج معرض دبي للإنجازات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتابعونا أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي دائما عشان نخليكم دائما أبديتد باليديد بأخبار هيئة الصحة الجديدة. طبعا تابعوا برنامجنا. أيمن نطلع فاصل؟ أوكي نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نواصل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة، لا تبتعدوا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نواصل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. تمكن الدكتور فوزي الصفدي استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى دبي من ابتكار طريقة فريدة لترميم الصمام التاجي من خلال استحداث أربطة جديدة للصمام قابلة للتعديل لتتناسب مع عملية العلاج ليكون أكثر فاعلية للمرضى. بنتحدث عن هالتقنية وأهميتها وشرحها للناس اللي داخلوا شوية لما قلنا الجملة الطويلة، ودور هالتقنية في تعزيز المكانة العالمية لدبي كوجهة مفضلة للسياحة العلاجية. يسرنا يكون معنا في الاستوديو الدكتور فوزي الصفدي استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى دبي. صباحك الله بالخير دكتور. صباح النور. طبعا أول شيء نشرح للناس شو هالجملة، استحداث أربطة جديدة للصمام قابلة للتعديل. بسم الله الرحمن الرحيم. لابد من مقدمة صغيرة حتى يمكن شرح هذه التقنية. صحيح. إن القلب صمامات 4، وأن لكل صمام خاصية معينة في الترميم تتميز عن غيرها.
وأما تركيزنا فهو متعلق بترميم الصمام التاجي تحديدا. يصاب هذا الصمام إما بالتضيق إما أو بالتوسع. في حالة التضيق غالبا ما يكون بسبب مرض الروماتيزم الجرثومي الذي يصاب به الإنسان حتى منذ الطفولة، وفي هذه الحالة يكون الترميم أشد تعقيدا ونتائجه أقل بسبب التكنس الشديد للصمام وتلف أنسجته. أما حين يصاب الصمام بالتوسع والتمدد، في هذه الحالة يلعب الترميم دورا كبيرا في المحافظة على الصمام وإعادته إلى حالته الطبيعية إلى حد كبير. ويمكن تقسيم هذا الصمام في الواقع إلى ثلاثة أجزاء، يعني من ناحية التشريحية، من ناحية الواقعية هو مؤلف من ثلاثة أجزاء تشبه إلى حد بعيد مظلة هبوط من الطائرة، وهو مكون من مظلتين، كل وريقة هي عبارة عن مظلة ينتقيان وينغلقان واحدة عن الأخرى. صحيح. فمؤلف هو من القاعدة من الوريقات، وهي معادلة لانقماش تبع المظلة، ومن الأربطة. صحيح. من الحبال التي تكمش هذه المظلة. أما القاعدة فهي مكونة من حلقة شبه دائرية مؤلفة من أنياف قوية جدا ثابتة في عضلة القلب، وتفصل بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر، ويمكن لهذه الحلقة أن تتوسع في حالة مرضية فتتباعد أجزاء الصمام عن بعضها البعض، مما يسبب ارتجاع الدم من حيث أتى أي من الرئتين، بدلا أن يذهب إلى الدورة الدموية الكبرى من خلال الصمام غير متماسك أكيد. فإذا اختصر المرض على القاعدة يكون الترميم سهلا جدا بتضييق هذه الحلقة من جديد، بتثبيتها إلى حلقة اصطناعية أصغر حجما، وبالتالي يعود الصمام إلى تماسكه. ممتاز. وهذه تقنية سهلة وسائدة. أما الجزء الثاني وهو وريقات الصمام، وهم هو ورقتان، الأمامية وهي الكبرى الأساسية، والخلفية وهي الداعمة لعمل الكبيرة. صحيح. الورقة الأساسية. وهذه أقسام متحركة مع جريان الدم، أوكي، وهي شبيهة بدرف باب، لو افترضنا أن هناك باب مؤلف من درفتين، درفة كبيرة ودرفة صغيرة، فعندما تنغلق الدرفتين على بعضهما البعض يكون الباب متماسك، وبالتالي يكون الصمام متماسك ويمنع ارتجاع الدم باتجاه المعاكس. وفي حال إصابة هذه الورقات بالتمدد والانبساط، كما تشبيها بتمديد البالون المطاطي عندما ننفخه فهو يتمدد. صحيح. ولكن البالون إذا أفرغ من الهواء فيعود إلى حجمه الطبيعي. صحيح. أما هذه الورقات إذا ما تمددت فإنها تحافظ على هذا التمدد وتسبب تسريبا في الصمام. ولقد ركزت عمليات الترميم في بداياتها على التخلص من هذه الأنسجة الزائدة باقتطاعها، ولكن هذه التقنية حصرت في الورقة الخلفية لأنها خاضعة لهذا النوع من الترميم. صحيح. ولكن الورقة الأمامية لا تخضع لهذا النوع من الترميم. صحيح. لدقتها وصعوبة اقتطاع أي جزء منها. أما الجزء الثالث فهو حبال التثبيت، وهي عبارة عن الأوتدة والأربطة التي تكمش هذا الصمام. صحيح. بكل أجزائه. وهذه الحبال ممكن وهذه الحبال هي التي تمنع انعكاس الصمام إلى الخلف باتجاه الأذين الأيسر، عوضا أن يبقى يفصل بين البطين والأذين. صحيح. يمكن لهذه الحبال أيضا أن تنقطع وأن تتمدد أسوة بالوريقات، وأن يكون التمدد قد يصيب الحبال والوريقات في آن واحد. عندها لابد من استبدال هذه الحبال الاصطناعية بحبال اصطناعية جديدة، وخاصة عند إصابة الحبال التابعة للوريقة الأمامية، لأن كما ذكرنا لا يمكن استئصال النسيج الزائد منها. لذلك ما زالت معضلة ترميم الوريقة الأمامية تشكل المعضلة الأكبر في ترميم الصمام التاجي، ويبقى الحل الوحيد لها هي الأربطة الاصطناعية. صحيح. التي نحن في صدد الحديث عنها. من هنا كان التركيز في السنوات الأخيرة على كيفية تشكيل هذه الحبال الجديدة، وبرزت معها صعوبة تحديد الطول المناسب
لها أن تتماشى مع الحبال السليمة. صحيح. وهو عنصر رئيسي لنجاح الترميم. والصعوبة تكمن أن هذه الحبال عندما تكون مشدودة تأخذ أبعاد ثلاثية. فكيف نستطيع أن نحصل على الطول المناسب باستنساخ طول لحبل سليم؟ لا، لأن كل حبل له وضعية ثلاثية الأبعاد مختلفة. صحيح. فمن هنا يكمن تحديد الطول وصعوبته. التقنيات الحالية قائمة إما على تحديد الطول عن طريق أدوات مقاييس كالمسطرة ميجرز، نضعها داخل قنبة نقيس ونحدد بالتقدير الطول المناسب، ثم يتم حباكة هذه الحبال خارج القنبة على طاولة العمليات، ومن ثم يتم زرعها بدلا من الحبال المريضة داخل القنبة. أما الاحتمال الثاني فهو بحياكة الحبال الجديدة مباشرة في الصمام، ولكن علينا أن نعتمد نقاط ارتكاز لتحديد تقديري وتقريبي للطول عند مستوى لا يتعدى مستوى حلقة، حلقة القاعدة أو حلقة القاعدة الطبيعية أو الحلقة الاصطناعية بعد تثبيتها. صحيح. وتكمن صعوبة هذه التقنيات أن أي اختلاف في الطول بين الحبال السليمة والاصطناعية ولو كان طفيفا قد يؤدي إلى فشل الترميم، ولا بد من إعادة الكرة من جديد والاستغناء عن الترميم والذهاب إلى الاستبدال. وتأتي هذه التقنية الجديدة بفضل الله تعالى لتحل معضلة تحديد الطول للحبال الجديدة عن طريق حياكة الحبال بأسلوب فريد من نوعه، يشكل بشكل يتم حباكة الحبل الاصطناعي بوجود ربطة انزلاقية تشبه إلى حد بعيد ربطة العنق، بحيث يمكن تعديل طول الحبل مرارا وتكرارا زيادة أو نقصانا حتى حصول على تطابق تام لجزئيات ورقات الصمام، ونحصل على طول مناسب بدون أي جهد. ممتاز. يعني الحمد لله. وهذا لا يتوفر في التقنيات الأخرى التي لا تسمح بتعديل الطول بمجرد حياكة الحبل من المرة الأولى. هذه يعني one chance، ما عندنا يعني حظ. صحيح. one chance فقط. وهذا فارق كبير ومؤثر وبديل مبسط وفعال قد يرسم مستقبل ترميم الصمام إن شاء الله تعالى، لأن إذا حاولنا مرارا وتكرارا إعادة هذه الحبال عن طريق القديمة قد يصاب أنسجة القلب بالتلف. صحيح. وتضعف. صحيح. إنزين دكتور، لو ممكن نبين المستمعين مميزة هالتقنية بلغة بسيطة، يعني شو مميزة هذه التقنية الجديدة عن التقنية القديمة؟ هذه التقنية الجديدة تفتح باب واسع أمام الترميم عوضا عن الاستبدال بسبب سهولة التطبيق وسرعة التنفيذ وإمكانية التعديل ودقة المقاييس، مما يعود بالنفع على المريض. صحيح. العملية تكون قصيرة وجهد العملية على المريض قليل، والطبيب يكون عنده ثقة أكبر. صحيح. واكتساب يعني قدر يعني التعليم وريبروديوسين يعني حتى اكتساب هذه التقنية الأجيال الصاعدة تكون بسهولة أكبر بكثير. وطبعا دكتور، هو دائما الاستبدال يحمل مخاطر فشل وغيرها، ولكن وجود العضو نفسه، يعني أنا ما بدلت مفصل، ولكن بدنا نقول قويت الموجود حاليا دائما يكون أفضل. أصلح. للمريض. نعم. أفضل إصلاح أكيد. لأنه عم بيحافظ على يعني صمام طبيعي. صحيح. خلقت الله سبحانه. صحيح. وتعالى. نعم. إنزين دكتور، طبعا مثل ما انت شرحتها طبعا واضح ان العمليه جدا 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 دقيقه، ولو الناس تدخل الحين على جوجل او على اليوتيوب وتشوف حجم صمام القلب ايش كثر هو صغير. طبعا لما الدكتور يشرح ما شاء الله تحس كأن الصمام مساحته كبيره ويقدر يقيس على راحته، ولكن الدقه عاليه. صحيح. جدا في. صحيح. هذه العمليات. فطبعا اكيد هالدقه العاليه دكتور تحتاج مهارات مكتسبة أو تدريب متخصص للأطباء، فكيف جهزتوا الأطباء للقيام مثل هالعمليات المتطورة؟ نعم، هو لابد من الحصول على خبرة معينة، يعني هي مش بيجنر، يعني بيجنر بيقدر بنش يسوي التصميم، مش مبتدئ بيسوي العملية أكيد. نعم، لابد من الحصول على خبرة معينة في ترميم الصمامات، لأن هذا المجال تخصصي بامتياز. صحيح. ولكن ما نطمح إليه أن ينضم أكبر عدد ممكن من الجراحين من الأجيال الصاعدة، لأنه الأجيال يعني ممكن أخذ عاداته الصعب تغيري. صحيح. ولكن الأجيال الصاعدة لابد أن تنضم إلى هذا المضمار ضمن تهيئة لهم تقنيات. صحيح. سهلة المنال يعني، والمهم جدا خاصة يعني مع تصاعد التقنيات العملية الجراحية عن طريق المنظار. يعني المستقبل للعمليات محدودة يعني الأكسس. صحيح.
ومن هنا هذه التقنية تتناسب تماما مع هذا النوع المتطور من الجراحات القادمة. صحيح. نعم. ممتاز. دكتور ممكن تخبرنا كم عدد العمليات اللي أجريتوها في المستشفى دبي بواسطة التقنية الحديثة؟ نعم. لقد أجرينا بفضل الله تعالى يعني 7 عمليات ترميم ناجحة بفضل الله تعالى، ونحن سعداء جدا لأن هذه التقنية لاقت استحسانا عالميا، جعلنا نخرج بها العالم في وقت قياسي. صحيح. ولم نكن نتوقع هذا لأنها لم نكن نحتاج إلى أعداد أكبر لإقناع مراكز عالمية مرموقة ومتخصصة لاعتمادها. صحيح. فقد اعتمدوها بسرعة، وخاصة أننا قد أطلعنا بعض الزملاء على هذه التقنية عندما كانت ما زالت في مرحلة التجارب مخبرية، ولم يتوا يعني فوجئنا باقتنائها بهذه السرعة، وخاصة في مراكز يعني كبيرة جدا. صحيح. عندها طاقات وإمكانيات وبتعمل درينج ملايين البشر يعني. أكيد. نعم. قمت مؤخرا دكتور باستعراض هذه التقنية في المؤتمر السنوي لجمعية القلب السعودية الذي عقد مؤخرا في الرياض. شو كان الانطباع العام للمشاركين لما عرضوا عليهم التقنية؟ والله أنا بصوا الشخصي أنا أقول إنه لقد شكل إعجاب ودعم البروفيسور زهير الحقيس منعطفا هاما في إظهار هذه التقنية وإعطائها زخما ومصداقية. ممتاز. وهو عميد جراحين القلب في المملكة والمنطقة، بالإضافة إلى كونه من أهم رموز جراحة القلب على مستوى العالم أيضا، وكانت له يد الطولة في عرضها في المملكة حيث لاقت إعجابا كبيرا حتى لدى المحاضرين الغربيين من الولايات المتحدة وكندا خاصة، وأبدى كثير من الزملاء السعوديين استعدادهم وحماسهم لتطبيقها. وهذا يتطلب منا جهد وإنشاء ورش عمل في دبي لشرح التقنية من الناحية التطبيقية، لأنه ما نستطيع أنه نقول لجماعة تعالوا طبقوا التقنية هيك، لابد نكون في عنا ورش عمل لشرحها من الناحية التطبيقية للأطباء. صحيح. نعم. دكتور طبعا بداية في المقدمة ذكرنا أن هاي تقنية جديدة وبتساهم في دعم السياحة العلاجية واستقطاب المرضى في دبي، فممكن تشرح لنا كيف تساهم هاي التقنية في دعم السياحة العلاجية؟ نعم، لابد من يعني الشرح أنه كيف بدأت هذه القصة. بدأت بجهد معين، لقد استطعنا إنشاء أول فريق عمل من مركزين مع مركزين مهمين جدا في هذا المجال في كل من إيطاليا مع زميل الدكتور ماتيا جلاوبر رئيس قسم جراحة القلب بالمنظار في مستشفى أمبروجو التابع لمجموعة سان دوناتو، وفي بلجيكا مع الدكتور الزميل الدكتور علاء الدين يلمز وهو أيضا رئيس قسم جراحة القلب بالمنظار في مستشفى هاسنت في مستشفى جيسا هاسنت في بلجيكا، حيث أجرت أكثر من 40 حالة بوقت قياسي، ونحن نعد أهلنا إن شاء الله تعالى بتعاون أكثر وأعمق مع هذه المراكز لتبادل الخبرات وإجراء هذه العمليات على نطاق أوسع ضمن ورش عمل مشتركة ستقام في مستشفى دبي بإذن الله تعالى في القريب العاجل إن شاء الله. وهذا كله ما كان ليحصل لولا الدعم الواضح والتشجيع المستمر والثقة الكبيرة التي منحتنا إياها إدارة مستشفى دبي وعلى رأسها المدير التنفيذي الدكتور عبد الرحمن الجسمي جزاه الله عنا خير، كانت في إن شاء الله ميزان حسناته إن شاء الله مذللا كل المعوقات، بالإضافة إلى توفير الدعم المعنوي واللوجستي لنا. ونحن نعد أهلنا ومجتمعنا بعون الله سبحانه وتعالى أن هذا الابتكار ليس آخر عهد بيننا إن شاء الله أكيد، وأن هناك أعمال أخرى أنجزت في مجالات أخرى لا تقل أهمية وتحديثا في الصمام الأبهر وفي زرع الشريان التاجية سوف تظهر للعالم انتباعا، ونحن نطمع بإذن الله أن تكون دبي منطلق لتقنيات وعمليات جراحية متميزة وريادية على مستوى العالم، وأن الدولة بقيادتها الرشيدة حفظها الله قد أمنت وأنجزت كل مستلزمات هذا النجاح والتميز. صحيح. وهو متوفر لدينا وأمام أعيننا، وما علينا إلا الاستفادة من هذه الإمكانيات والعمل بكل جهد ونشاط وتضافر القوى لتحقيق هذا الهدف العظيم. صحيح أكيد. إنزين دكتور فوزي لو ممكن نخبر المستمعين، أنت ذكرت أن يكون في تمدد في الصمام وفي الورقة المتصمم، شو الحالات اللي تسبب
خلل في الصمام، نعطي بشكل عام. نعم إجمالا يعني هذا النوع من التلف ليس له أسباب معروفة، ولكن نحن يعني ندركه ولا نعرف الأسباب. عادة يكون ضعف في النسيج الإلاستيكي، يعني عندما يفقد الصمام الإلاستيسي تبعيته يعني الليونة مرونته يتمدد. صحيح. فعادة لابد أن لهذه الأسئلة تكون فيها نوع من النسيج المطاطي يحافظ على تماسكها، وهو هذا المطاطي بحاجة عندما نضع هذا الصمام بضغط قوي. صحيح. فإذا كان قاسيا قد ينكسر، فلا بد له أن يكون عنده نوع من الليونة يتماشى مع هذا الانقباض وارتخاء عضلة القلب. صحيح. فإذا أصيبت هذه الأنسجة المطاطية داخل العضو، داخل نسيج الوريقات، تتمدد. صحيح. وكذلك بالنسبة للأربطة نفس المبدأ، وهناك أيضا أسباب خارجة عن النسيج بحد ذاته، وهي أمراض الاحتشاءات، يعني أمراض القلب، الذبحات القلبية، الذبحات الصدرية. صحيح. فممكن إذا صار في عنا ذبحة صدرية المنطقة العضلية التي هي تشكل قاعدة لهذه الحبال إذا ما أصيبت بهذا الاحتشاء قد تسبب انقطاع بهذه الحبال. صحيح. أو قد تستطيع أن تكون هندسة انقباض هندسي يعني جيومتري، يعني هارموني، التناسق ما بين سيجمنت، يعني أعضاء جزيئيات عضلة القلب لازم يكون هي تنقبض في نفس واحد. صحيح. فإذا صار في عنا ضعف في عضلة القلب في مكان ما قد يكون هناك عدم تناسب بعملية الانقباض، وبالتالي ممكن أن يكون هناك حبال أخذت موقعا هندسيا ثلاثي أبعاد مختلف عن الثاني. صحيح. فتشد الصمام إلى الأسفل أو تباعد بين جزئياته. صحيح. فبهذا الطريقة لابد من إصلاح هذا الأمر بعملية كمش الصمام من القاعدة. صحيح. لأننا لم نستطيع أن نتحكم به من ناحية العضلة. صحيح. فهذا هنا السببين الرئيسيين لعملية التمدد. دكتور، التقنية الحديثة اللي ذكرتها لنا هل تنفع في التطبيق في الأطفال ولا لا، ولا في عمر محدد؟ لا، هذه نحن طبعا عند الأطفال الترميم هو أصيل. أصيل، لأنه هذا اختصاص مختلف تماما. صحيح. وهو لابد منه. وفي الترميم عند الأطفال نقبل بترميم ولو بنسبة 50% من النجاح، لأن الاستبدال عند الأطفال له مساوئ كبيرة جدا بسبب النمو. صحيح. فنحن لو وضعنا صمام استبدال صمام عند الأطفال، فالطفل هذا في وقت نمو مبكر سيصبح هذا الصمام صغير. صحيح. ولا يتناسب مع حجم الطلب على الدم. صحيح. هناك يعني تقنيات مختلفة، وقد نصل في حالات استثنائية لتغيير الصمام، ولكن نعرض الطفل إلى عمليات متلاحقة. صحيح. استدراكا لهذا مسمى تغير الحجم. تغير الحجم بين البروستيزيس وبين البيشنت نفسه. صحيح. يعني بين الصمام الصناعي المزروع وبين الحجم. صحيح. فبالنسبة للأطفال هناك تقنيات هو مجال متخصص بذاته. صحيح. يقوم على الترميم. أما عند الكبار فاختيار الترميم بدل الاستبدال هو يكون لتحسين نوعية الحياة، بالتخفيف من وطأة الاستبدال. صحيح. ولكن الاستبدال ما زال موجودا لا نستطيع أن ننفيه، ولكن نحن نستطيع أن نحد من انتشاره من خلال هذه التقنية. في حالات دكتور ما تناسبها التقنية الحديثة؟ طبعا. هذا نحن لأنه بنعمل benefit الفائدة والأضرار. الترميم هو challenge، هو تحدي. لماذا؟ لأنه نحن نقول أنه المريض ماذا يريد؟ صحيح. يريد أن هذا الصمام أن يكون يصلح للعمل. صحيح. فعندما نقدم على الترميم نحن عم نعطي نوع من الأمل أنه هذا الترميم سوف يدوم أقل شيء 10 سنوات. إذا أما عملية الاستبدال فهناك أيضا عمر افتراضي لهذه الصمامات. صحيح. وحتى صحيح. المعدني منها هو عمر افتراض طويل، ولكن مضاعفاته كبيرة جدا. صحيح. لدرجة أن الاستبدال أيضا عندنا اختيار ما بين الصمامات المعدنية والصمامات النسيجية حيوانية، فحتى عمر افتراض الأقل
الصمامات النسيجية الحيوانية هي أفضل من الصمامات المعدنية. ويأتي الترميم على رأس هذه التقنيات جميعا، وهو هذا المستقبل ولابد أن نركز عليه. صحيح. ولابد أن نكتسب المهارات والثقة بمضيف عملية الترميم بدلا عن الاستبدال. أكيد. شاكرين لك دكتور فوزي الصفدي، استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى دبي، كان معانا اليوم للحديث عن ابتكار تقنية جديدة لترميم الصمام التاجي بمستشفى دبي. شاكرين لك دكتور، ولمزيد من التألق والنجاح إن شاء الله نتري دائما إنجازات الجديدة في مجال جراحة القلب. شكرا لك دكتور. عندنا نشوف إذا في الإنستغرام إذا حد سألنا على السريع قبل ما نختم برنامجنا. ما في سؤال. أوكي. وصلنا نهاية برنامجكم برنامج صحة وسعادة. إن شاء الله تكونوا استأنسوا في حلقتنا اليوم وأثرينا معلوماتكم شوية بلقائنا مع ضيوفنا اليوم. إن شاء الله نشوفكم غدا في نفس الوقت، ولذلك الموعد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.